عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية. الانطلاقة الربيعية من أهم مراحل تجييش النحل، وهناك أسس علمية يمشي عليها الأخ النحال فلا يتجاوزها أبدا حتى ينهض بنحله ويدخل الموسم بنحل كثيف، فيحصل في هذه المرحلة على إنتاج وفير من العسل. يا ترى ما هي هذه المحاور التي يستطيع الأخ النحال أن يمشي عليها بالتدريج حتى يحصل على هذا الإنتاج الوفير؟ محاضرة مميزة جدا للمهندس عبد أسعد من سوريا، فكونوا معنا. طبعا من الأمور الهامة والهامة جدا 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 هو مكافحة الفاروة في هذه الفترة لعدة أسباب. أولا قلة أو صغر حجم عش الحضانة، ومن نظف النحل على بكير فبيطلع النحل قوي تماما. طبعا من الأمور الهامة في الفترة هو يعني اختبار مخزون الخلية من الغذاء، والنحل إذا في عنده مخزون فتغذية تحفيزية بسيطة بتكفي، أما إذا ما كان عنده مخزون وخاصة إذا كان عنده إطارات حضنة يعني عش الحضنة واسع، فهون لازم نعطيه تغذية وننتبه دائما ما نقع في مطب موت النحل اللي عنده إطارات حضنة كثيرة من الجوع، خاصة إذا إجى شي منخفض جوي، وهذا يعني خطر جدا في المناطق الجبلية وفي المرتفعات أكثر من المناطق الساحلية، لأن المناطق الساحلية عادة في اليوم الواحد بتشوف فيها 4 فصول، فما بتكون الخطورة على النحل مثل ما بتكون في المناطق الداخلية وفي المناطق الجبلية. فهي الأمور هاي لازم ناخدها بعين الاعتبار. وطبعا مع الانطلاق الربيعي لا صار النحل في عنده كشف دوري كل 9 أيام حد أقصى و7 أيام حد أقل، يعني بهذا كشف دوري بدنا نسكون للنحل. وطبعا النحل بدنا نعطيه لوازمه من التغذية من إطارات الأساس من كل هالأمور هاي. بالنسبة لتوسيع عش الحضنة في البداية ما لازم نركز على توسيع عش الحضنة، لازم نحاول نضغط النحل بشكل عام حتى يتوسع عش الحضنة، يعني ما نترك عش الحضنة مثلا قطره 10 سنتي ونبلش نضيف إطارات منها الممطوطة ومنها الأساس لحتى نكبر عش الحضنة، فهذا من وجهة نظري عمل خاطئ، من وجهة نظري الخاصة عمل خاطئ. وإنما نحن النحل وقت له مضغوط بنعطيه تغذية تحفيزية، شفنا إنه الملكة توسعت بوضع البيض، شفنا إنه عش الحضنة بلش يتوسع يعني بالإطار الواحد لحتى يصير حجم الحضنة بتمثل حوالي 70 فما فوق من حجم من مساحة الإطار. وقت اللي بيصل هالشي نوصل نحن لهالنتائج هاي، صرنا نحن بس نضيف إطار خلال أقل من أسبوع، هذا الإطار بيكون لو كان أساس بيكون ممطوط ومعبى بيض. ليش؟ لأنه في عنا حضنة واسعة، الحضنة الواسعة ضروري بتساعد جدا على تطور الحضنة، مو بس تكون الحضنة صغيرة نبلش نضيف إطارات. هذا من وجهة نظري الخاصة هذا الشيء خاطئ. طبعا أحبابنا بالنسبة لمهنة النحل مثل المذاهب الفقهية، فكله من رسول الله يعني يستفيد، ونحن كل إنسان له مذهب في العمل، بس فينا نسميه مذهب تجاوزا طبعا، يعني كل إنسان له وجهة نظر، وكل إنسان بيدرس هالفكرة اللي سمعها عجبته بيطبقها، ما عجبته بيتركها، ما في اللزوم للحوار والنقاش والإيم والحط. أنا الكلام اللي بيعجبني باخده وبطبقه، والكلام اللي ما بيعجبني بهمله إن كان مني ولا من غيري، هذا والله أعلم. السلام عليكم. طبعا إخواني شبه اتفقنا على أنه قسمنا الأعمال النحلية على مدار العام لأربعة مراحل،
لأربعة مراحل. مرحلة اللي نحن هلأ في بدايتها سميناها مرحلة الانطلاقة الربيعية. هذه المرحلة مدتها من بدء هذه المرحلة حتى بداية أول موسم رحيقي. طبعا المواسم الرحيقية تختلف حسب المناطق الجغرافية، وكل نحال له فترة معينة أو تاريخ معين لبدء المرحلة الثانية اللي سميناها مرحلة الفيض. إذن نحن هلأ في بداية مرحلة الانطلاقة الربيعية ويليها مرحلة الفيض. السلام عليكم. بالنسبة لمرحلة الفيض تختلف مثل ما قلنا من منطقة جغرافية إلى منطقة جغرافية ثانية. فعلى سبيل المثال في الساحل السوري مثلا في منطقة طرطوس تسبق منطقة اللاذقية بحوالي 4 إلى 5 أيام، يعني فينا نقول نحن تقريبا ب 25 آذار بلش مرحلة الفيض في طرطوس، يليها في اللاذقية. في مناطق تانية وبالقلمون تقريبا تحديدا منطقة الفيض بتبلش تقريبا من بداية من حوالي 20 أيار. شوف الفارق الكبير. فمنطقة الفيض أو مرحلة الفيض تختلف من منطقة إلى أخرى. ومن باب الإتمام عن الحديث، مرحلة الانطلاقة الربيعية، مرحلة الفيض من بداية الفيض حتى قطف آخر إطار عسل، مرحلة الثالثة التي تبدأ بقطف آخر إطار عسل وتنتهي في الدخول في الشتاء، ويليها رابعا مرحلة التشتية. هذا بس ذكر للمراحل النحلية على مدار العام. فمنرجع لمرحلة الإعداد الخريفي. مرحلة الإعداد الخريفي هي عبارة باختصار عبارة عن مرحلة تقوية النحل ومعالجة النحل من الأمراض وتجديد بيوت التربية إذا كان في لزوم إلى ذلك، إذا كان في رطوبة أو فيها شيء، ونوسع عش الحضنة ونجيش النحل لحتى يكون النحل جاهز للدخول إلى مرحلة الفيض التي يتوقف فيها التغذية، توقف نهائي وسحب الإطارات اللي فيها عسل أو فيها عسل مع تغذية فيها تغذية من الخلية نهائيا. في مجال الحديث عن الانطلاقة الربيعية وخاصة في المناطق التي تتعرض إلى منخفضات جوية تطول، منها مناطق سلسلة جبال القلمون. هذه المناطق هذه الفترة خطيرة على الطوائف القوية، خاصة إذا ما كان فيها إطارات يعني وازنة من العسل أو على العسل مع التغذية. فهذه النقطة لازم نأخذها بعين الاعتبار لحتى ما يقع عندنا خسائر كبيرة في الطوائف القوية. وفي هذا المجال موضوع الكاندي موضوع هام جدا. وفي عنا ما يسمى بالغذاية الجدارية، الغذاية الجدارية أو الغذاية الجانبية أو غذاية الإطار. فهذه الغذاية بتاخذ حوالي إذا كنا مقسمينها لقسمين بتاخذ حوالي أكثر من كيلو جرام من الكاندي وبتاخذ أكثر من كيلو جرام من التغذية. فهي في الاحتياط لو استعملناها للكاندي في هالظروف هاي فما هو خطأ، يعني ممكن هذه الغذاية تاخذ أكثر من 2 كيلو جرام كاندي. الكاندي هذا بيكون أمان للنحل من الوقوع في هكذا مطبات، يعني إذا إجانا منخفض ما قدرنا نوصل لعند النحل لازم النحل يكون عنده مخزون. طبعا هذا المخزون مو لحتى النحل يستهلكه لحتى يعطي للحضنة. وفي كثير من الحالات شاهدنا أن النحل في البرد الشديد وانتهاء المخزون العسلي من الخلايا فإنه بيفتح على الحضنة وبيطالعها وبيكبها قدام الخلية، وهذه خسارة كبيرة من الخطأ الفادح انه نتوصل لهالدرجة ونخسر الخسائر هاي. فنحن مننبه للأمور هاي قبل ما تقع، والله أعلم.